السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد على قناة مطبخ أم فيزا. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم طاجين بالعنق ديال الديك الرومي أو العنق ديال الهند. كيجي مع السلع لحقو طريقو ساهل وبسرعة كيوجد. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. على بركة الله في إناء درت شوية ديال الملحة حسب الذوق، معلقة صغيرة سكنجبير، نص معلقة صغيرة الابزار، معلقه صغيره تكون معمرش من الخرقوم. الا كانت عندكم ضامتي زعفران او لا زعفران شعره ضيفوها. ودرت معلقه صغيره من قعق اللوب سيبسه. صافي ندير شويه ديال الماء وغادي نضيف الثوم بودره او لا الثوم غبره. الا كانت عندكم الثومه طريه ديروها من الاحسن. كناخذ العنقه ديال الهند او لا العنقه ديال الديك الرومي وضعتهم في العطريه. غادي ندهنهم مزيان، غنغطيهم ببلاستيك غذائي، نخليهم يترقدوا واحد شويه. اللي عنده الوقت يخليهم مده طويله باش يتشربوا العطريه ويجيوا لذاذ بزاف. صافي غطيتهم، غنوضعهم على جنب. بالنسبه للبصله خديت بصله وحده غنديرها لتحت في الطاجين، يعني غنفرشها من تحت اللحم باش العنقه ما يتلصقوش، خصوصا الى عندكم الطاجين كيلصق. كنشلضها بهذه الطريقه وكل واحد كيفاش كيقطع البصله على حسب الطريقه ديالو. ولا توفرت لكم البصله البيضاء من الاحسن، كتجي حسن من البصله الحمراء. كتعسل مزيان وما كتاخدش الوقت بزاف في الطياب، كتعسل بسرعه وكتجي نازله وما كتجيش واقفه. خديت كميه ديال البصله اللي غتكفيني وبديت نقطعها شرائح رقيقه بزاف باش تعسل مزيان وتجي دايبه. من الاحسن قطعوها بهذه الطريقه باش يجيو الشرائح رقاق بزاف. الا قطعتوها من فوق القراده او لا من فوق الخشبه كيجيو الشرائح غلاض. نكمل بنفس الطريقه حتى نقطع كاع البصله اللي غتكفيني في الطاجين. نوضع العنقه في الطاجين من فوق البصله. بالنسبه للربيع بلا ما ديروه، يعني المعدنوس والقزبر بلا ما ديروه، كنستف العنقه مزيان في الطاجين ونوضع البصله من الفوق. وهاد الدوائر ديال البصله اللي درت غادي نوضعهم من الفوق ونحاول نوزع البصله مزيان على الطاجين. ما تقطعوش البصله بزاف حتى تشوفوا القياس اللي غيكفيكم، خصوصا الا كنتو غديروا هاد الطاجين لاول مره. تبداو تقطعوا البصله بشويه بشويه وعينكم ميزانكم. درت معلقه ديال القرفه من الفوق، ما تكتروش القرفه بزاف، يعني ما ديروش اكثر من معلقه صغيره ديال القرفه. وزدت شويه ديال زيت الزيتون وشويه من زيت النباتيه. درت تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون وجوج معالق كبار من زيت النباتيه، وانتم ديروا عندكم ميزانكم. درت من فوق الطاجين ثلاثه ديال المعالق صغار ديال السكر سنيده، وانتم ديروا السكر على حسب الذوق ديالكم. درت الزبيب اللي منقي ومغسول من قبل، واللي بغات ترطبو قبل ما ديرو في الطاجين ممكن ترطبو. وما غاديش ندير الماء نهائيا، ملي كتبدا تطيب البصله كتطلق الماء ديالها. وبالنسبه للعطريه اللي بقات سكبتها من الفوق، غنغطي الطاجين وغادي نخليه يطيب على خاطرو. من فوق عافيه تكون مهيله بزاف، ما تجهدوش عليه العافيه نهائيا باش البصله تطلق كاع الماء اللي فيها وما تزيدوش الماء في الطاجين. كيف كتشوفوا معايا البصله طلقات الماء ديالها، كنهز داك المرق بالمعلقه وكنكب من فوق البصله بهذه الطريقه. هذه شوفوا شحال ديال الماء طلقت البصله. قصوا على الطاجين بزاف، ديروا عافيه مهيله قليله باش يطيب ويتعسل على خاطرو. كنعاود نغطي عليه مره مره، كنطلع عليه ونعاود نهز المرق ونسكبو على البصله حتى يطيب مزيان على خاطرو. من الاحسن ما تزيدوش الماء باش يجي بنين. الا شفتوا المرق مازال في الطاجين وهو طاب خليوه يزيد يتشرب. انا خليته تعسل تماما بشكل جيد، كيجي لذيذ جدا. جربوه بهذه الطريقه اكيد غيعجبكم. نرافق الطاجين بشلاضه ديال الخضر اللي كتجي بنينه بزاف. غنقطع نص ديال الفلفله، غنقطعها طرف صغار بزاف، مع نص حبه ديال الخيار اللي حيدت ليها الزريعه. وممكن تضيفوا مطيشه اللي كتكون مقطعه طرف صغار ومغسوله من الحموضه اللي فيها.
هاد الاناء عندي الرز مسلوق مع الجنبالة مسلوقه، وضفت معاهم علبه ديال المايس او علبه ديال الذره، وزدت بيضه مسلوقه محكوكه، وممكن تضيفوا خيزو محكوك او اللي يكون مقطع طرف صغار ومسلوق، وزدت شويه ديال الملح والابزار حسب الذوق، وزدت شويه ديال الزيت والخل، وممكن تضيفوا معاهم المايونيز. هاد المكونات هادو ضيفوا معاهم اي خضره متوفره عندكم. كيف تبعتوا معايا الطاجين ما فيهش الخضره، خاص ضروري شويه ديال الخضره في الطبله. وهاد الطاجين وجد، جا مع السل خليته حتى تشرب مزيان المرق، والبصله نزلات وتعسلات، والطاجين تعسل على خاطرو جا ولا اروع. وكيف ما تبعتوا معايا ما زدت له حتى نقطه الماء، اكتفيت غير بداك الماء ديال البصله. ودائما الطاجين خليوه يطيب على خاطرو، ما تزربوش عليه. وهاد الشلاضه وجدات رافقتها مع شويه ديال البيض مسلوق. كنتمنى الغدي وهاد النهار اليوم تكون عجبتكم، وكنتمنى حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى تدعموا الفيديو بلايك والبارطاج، هذا فضلا وليس امرا. وما تنساوش الضغط على الزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم بزاف، وإلى الوصفة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.